السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو تعليمي جديد. مع الحديث عن تفشي فيروس كورونا والحديث عن احتمال أن يصبح وباء يهدد البشرية، هنتحدث في الفيديو ده عن المرض الهولندي. المرض الهولندي هو مرض بيصيب الاقتصاد وليس البشر، ويتم إطلاق المصطلح ده عن الاقتصادات الغنية بالثروات والموارد الطبيعية، وتم إطلاقه أو تسميته بالمرض الهولندي لأن أحداثه وقعت في هولندا في الستينات، عندما تم اكتشاف حقول غاز هائلة في هولندا، وأصبح الاقتصاد الهولندي معتمد عليها بشكل كبير جدا، وأدى في النهاية إلى انهيار الاقتصاد. نشأ مصطلح المرض الهولندي في عندما تم اكتشاف حقول غاز كبيرة في هولندا، وأصبح دخل الدولة أعلى بكتير من الفترات الماضية، وطبعا بالطبع أصبحت دولة أكثر ثراء، وارتفعت معدلات الأجور وتحسن مستوى المعيشة بسبب الاكتشاف الجديد في هولندا في الستينات. وبالرغم من أن هولندا كانت دولة صناعية في ذلك الوقت، ولكن اعتمادها أو اتجاهها لتصدير الغاز بشكل أكبر جعلها تعتمد أكثر على القطاعات، وبالتالي ازداد الطلب على العملة الهولندية في ذلك الوقت، وأصبحت الأجور والأسعار أكثر ارتفاعاً بالنسبة على الصعيد المحلي. وبالطبع فقدت القطاعات الأخرى قدرتها التنافسية حول العالم، حيث أن أسعار العملات في الدول النامية كانت أقل سعراً، وبالتالي كان الطلب عليها أكثر من الصادرات الهولندية القادمة من القطاعات الأخرى مثل القطاعات الصناعية أو المنتجات الزراعية. مع زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، تراجعت معدلات الاستثمار في القطاعات الأخرى، ولم تكن قطاعات الطاقة قادرة على تعويض الخسائر التي تكبدتها القطاعات الأخرى والوظائف التي خسرتها القطاعات، بالرغم من زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ولكن لن يكون قادر على إضافة نفس معدل الوظائف بالقطاعات الإجمالية في الاقتصاد الهولندي. وبذلك يمكن أن يصيب المرض الهولندي أي اقتصاد عالمي يعتمد على الموارد والثروات الطبيعية، حيث سيتم تصريف الدخل القادم من القطاعات معينة داخل اقتصاد الدولة، وبالتالي ترتفع الأسعار والأجور، ولن تكون القطاعات الأخرى قادرة على زيادة القدرة التنافسية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي بسبب ارتفاع نسب البطالة، وعلى الصعيد العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع. ولهذا تتجه أغلب اقتصادات دول العالم إلى تنويع اقتصادها والاعتماد على كافة القطاعات سواء القطاع الصناعي أو قطاع الطاقة. وطبعا شفنا في الآونة الأخيرة اقتصادات الخليج بتتجه لوضع خطط لتنويع اقتصادها، ولن يكون اقتصاد معتمد بشكل كبير على قطاع النفط، ولذلك أي اقتصاد يعتمد أو اقتصاد يتحسن على قطاع معين دون القطاعات الأخرى سيكون بالنهاية عرضة للإصابة بالمرض الهولندي والانهيار في نهاية المطاف. كانت دي نبذة سريعة عن مصطلح المرض الهولندي، شكرا لكم ونلتقي بكم في فيديوهات تعليمية جديدة.